التوحيد، وهو دعوة جميع الأنبياء والرسل، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والتوحيد يا جماعة هو إفراد الله بما يختص به، أن تفرد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وده أعظم موضوع، وده أهم موضوع، وما تكلم متكلم بأحسن منه. ولذلك قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والله سبحانه وتعالى قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الدعوة إلى الله لا إلى غيره. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والعلماء يا جماعة قالوا التوحيد ثلاثة أقسام، وتقسيم ده ما بدعة. بعض الناس بيقولوا التقسيم ده بدعة، تقسيم ده ما بدعة. تقسيم ده زي ما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى، جاء بالتتبع والاستقراء. تتبع العلماء كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستقرأوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الكلام عن الله إما أن يكون عن ربوبية الله أنه الرب، الحمد لله رب العالمين، الله الرب، الحمد لله رب العالمين، وإما أن يكون عما يستحقه الله تعالى من العباد، الله عنده حق على العباد، والحق ده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه في البخاري ومسلم. وهذا يسمى بالألوهية. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإما أن يكون الكلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وده بسموه توحيد الأسماء والصفات. ده الكلام كده يا جماعة، وكل ما أخوذ من الكتاب والسنة، والاستنباط لا ينكره إلا جاهل. الآن ما بتلقى حديث فيه إن الصلاة فيها 14 ركن يقول كثير من الفقهاء، ولا بتلقى حديث بيقول باللفظة دي فرائض الوضوء كذا وكذا وكذا وكذا، لكن بتلقى في القرآن والسنة فرائض الوضوء. تلقى أي فريضة ولا فريضتين أو ثلاثة أو أربعة تلقاه، لكن باللفظة دي فرائض الوضوء كذا كذا والعدد كذا، ده اسمه الاستنباط. العلماء بيقروا القرآن والسنة وبيطلعوا الفرائض وبيطلعوا الأركان وبيطلعوا النواقض وكذا. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبط من الكتاب والسنة.